انت لسه شايف ان انس الفقي شغله لحد دلوقتي مظبوط؟ كان مظبوط لما كان وزير اعلام؟ نظرتك ما اتغيرتش؟ لا ما اتغيرتش. ما اتغيرتش عشان هو اللي جابك نقيب؟ هو اللي جابني نقيب؟ يوسف شعبان قال كده. قول اللي عايز يقوله. مين اللي جابك نقيب؟ اي حد. مين اللي جابك نقيب؟ اللي جابني نقيب مجهودي. انت عارفه الانتخابات ولا عينوك؟ لا النقابه فيش تعيين. انت عارفه انا في النقابه بقالي قد ايه؟ بقالك قد ايه؟ 27 يعني قعدت قد ايه؟ 27 يعني سنه؟ يعني اكتر من عمرك بشويه. 27 سنه دولت ما اعتقدش ان كان في حد ممكن يجيب حد. انا اشتغلت في النقابه. لا ممكن يرضي الله. ممكن. لا مش انا. اسالي بقى. اسالي وتعالي. مش كانت كل حاجه بالتعيين وكان الامن لازم يوافق؟ لا النقابه مش بالتعيين، النقابه بالانتخابات. انتخابات كده سوريه. انتخابات سوريه زي اللي تمت قبل كده. لا مش انتخابات سوريه. انت عارف كده كويس. لا انت عارف. عايز اقول لك بس على رحلتي في النقابه. عشان لما تقولي سوريا تعرفي سوريا ولا لا. انا دخلت النقابه. انا عارفه سوريا. عارفه سوريا ولا لا؟ دخلت النقابه وانا لسه متخرج من المعهد قريب يعني، وكنت اصغر عضو مجلس اداره، وبعدين قعدت دوره طلعت قبل الاخير في اول دوره، طلعت الخامس في ثاني دوره، طلعت الاول في ثالث دوره، طلعت الاول في رابع دوره، وبعدين بقيت امين صندوق، وبعدين بقيت سكرتير عام، وبعدين بقيت نقيب. يعني مرضي عنك؟ يعني ال 27 سنه دولت مرضي عني من زمايلي. من زمايلك؟ طبعا اللي بيختاروني. ولا من الكبار؟ الكبار ما بيروحوش ينتخبوا. اتجهت للمناصب علشان اشرف زكي ضعيف الموهبه؟ ممكن. اداري افضل؟ ممكن. ممكن. عجباكي الاجابه دي؟ عندي ثلاث كتب. يلا. احمر واسود وابيض. لو قلت لاشرف زكي يختار كتاب فيهم يملى بيه الكتاب ده بحياته بتاريخه بمواقفه، اكتر كتاب بيلون حياتك الابيض؟ طبعا. متاكد؟ طبعا. نطلع لفاصل.